رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله مشاهدينا الكرام لنشهد تنافسا يجمع ثمانية رؤوس تمثل سبعة شعارات للتنافس في الشوط العاشر على مسافة 1800 متر على هدية نادي الفروسية، سيارة إضافة إلى 60,000 ريال. بليفيلو يبدأ الانطلاقة السريعة لبليفيلو في المرتبة الأولى، ريو بارك في المرتبة الثانية في صراع سريع مسافة 1800 متر، يبدأ السريع بليفيلو الانطلاقة السريعة مع ريان الطويرش في المركز الأول، في ماريو بارك مع نايف العنز في المركز الثاني، تنافس جياد وفراس المستورد لحسم هدية نادي الفروسية. بليفيلو في الصدارة والمركز الأول، ريو بارك لا زال في طراد للمتصدر والمرشح الأقوى. بليفيلو للصدارة في المرتبة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام بفارق كبير من الأطوال، لازال المرشح بليفيلو ينتظر منافسة في هذا الشوط. ممن تأتي هذه المنافسة؟ من فينغازو، من طراد. يبدأان الآن التقدم للحاق بالمتصدر. الآن يبدأ فينغازو والصدارة البليفيلو حتى الآن في 400 متر. فينغازو يبدأ اللحاق فيما بليفيلو المتصدر وفيونغ تبحث عن طريق فيما بليفيلو وفينغازو والصدارة لازالت لبليفيلو. المباغتة تأتي من فينغازو، يأتي لانتزاع الصدارة والمركز الأول. فينغازو القادم من إيرلندا ابن دباوي إذن لهدية نادي الفروسية يحقق الانتصار والمركز الأول. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تنافس جياد وفراس المستورد